قصة قبل النوم. هاي، إجا وقت قصة جديدة، ودايما من كلمة الله كتاب المقدس. اليوم بدي أخبركن شوي عن تعاليم يسوع، شو الأشياء اللي علمها يسوع وقت إجا على أرضنا، وكيف تبعته جموع كتيرة بس تسمع لتعاليمه وتتعرف أكتر وأكتر عن محبة الله وعن خلاص الله للعالم. اسمعوا منيح شو علم يسوع اليوم. قال للناس تبعته: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح، يعني إذا انتزع الملح، فماذا يملحه؟ لا يصلح، ما منقدر نعوزه بشي إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. يعني إذا انتزع الملح ما بقى يصلح لشي، ما بقى يملح، وبعدين منصير بدنا بس نرمي بالخارج وما نعوزه بشي. ورجع قال يسوع: أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء كل من في البيت. يعني أنتوا نور العالم، إذا أنتوا كنتوا نور لازم ينحط بموضع كتير عالي بالبيت حتى كل الناس تشوف نور المصباح. ويسوع ختم وقال: فليضئ نوركم قدام الناس حتى يشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجدوا الله في السماوات. يعني إذا كانت أعمالكم صالحة هيك بيعرفوا كل الناس إنه أنتوا بتحبوا الله وبتخدموا الله بحياتكم. ورجع يسوع علم وقال: لا تجمعوا لكم كنوزا على الأرض. ليه عم تجمعوا كنوز على الأرض؟ ما تجمعوا كنوز على الأرض. ليش؟ لأنه السوس يفسد الكنوز والصدأ بياكل كل شيء، وكمان اللصوص بتنقب وتسرق هذه الكنوز إذا جمعتوا لكم كنوز على الأرض، بل اجمعوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا صدأ وحيث لا سوس وحيث لا يوجد لصوص يسرقون هذه الكنوز. فحيث يكون كنزك يكون قلبك أيضا. مطرح ما يكون الكنز تبعولك بيكون قلبك أيضا. ولازم تتذكروا هيك قال يسوع: ما في حدا بيقدر يخدم سيدين، فإذا حدا عم يخدم سيدين لازم يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يتبع الواحد وينبذ الآخر. أنتوا ما بتقدروا أبدا تخدموا الله والمال. كتير مهم شي اللي قاله يسوع، ما فيكن تخدموا الله والمال، يا الله يا المال. لذلك أقول لكم: ما تهتموا بحياتكن شو بتاكلوا أو بتشربوا، ولا لجسدكن شو بتلبسوا، لأن الحياة خير وأفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس. رجع قال لهم: طلعوا على طيور السماء، طلعوا على طيور السماء، ما بتزرع ولا بتحصد ولا بتخزن بمخازن، يعني بتخلي الأكل يخزن بمخازن، وأبوكم السماوي يعني الله بيهتم فيها. مش أنتوا أفضل من الطيور؟ ورجع بيقول: وليه بتهتموا باللباس شو بتلبسوا؟ طلعوا على سنابل الحقل، حتى سليمان الملك سليمان اللي كان غني كتير بعز مجده ما لبس مثل زنابق الحقل، لكن هزنابق الحقل لبست أحلى منه. ليش؟ لأنه الله يلبس زنابق الحقل. مش أنتوا أفضل من زنابق الحقل؟ من هيك ختم يسوع هالتعليم كله وقال: اليوم لازم تتذكروا أنه ما تكونوا قليلي الإيمان، اطلبوا أولاً ملكوت السماوات، وكل هذه الأمور من طعام ولبس ومال تزاد لكم، لكن أول شيء ملكوت السماوات. هذه هي بعض من التعاليم علمها يسوع. علمنا أنه ما نخاف شو بدنا ناكل بكرة، أو شو بدنا نلبس، أو شو بدنا نعمل، أو إذا معنا فلوس أو أموال حتى نقدر نعيش.
أول شي لازم نهتم بملكوت السماوات. هيك قصده يسوع بالتعليم اللي علمها. من هيك أنا وياكم لازم نصلي، لأنه كتير صعب إنه ما نهتم. لازم نصلي منقوله يا رب، نحن أوقات كتير منهتم شو بدنا نلبس بكرة، أو شو بدنا ناكل بكرة، أو إذا عنا أموال كفاية تعلمنا أو تجيب لنا الأشياء اللي بدنا إياها. أرجوك يا رب أعطينا ما نهتم بهيدي الأمور، لكن نتكل عليك بكل شي بحياتنا يا رب، ونعرف أنه أنت أولاً والأشياء التانية تانياً. علمنا يا رب باسم يسوع المسيح، آمين. وهلأ إذا حابين أكتر تعرفوا عن تعاليم يسوع وقصص الكتاب المقدس فيكن تكتبوا لنا، لأنه عنا قصص عديدة ليكوا الضيفي حتى نعطيكم إياها مجاناً. قصص عن الكتاب المقدس أمثال يسوع، قصة عن معمودية يسوع، قصة عن الميلاد وكيف ولد يسوع. اكتبوا لنا على العنوان الموجود قدامكم على الشاشة ونحن منبعث لكم هيدي القصص مجاناً. هلأ أجا وقت لكم باي، لكن بالأيام الجاية رح يكون عنا فقرات جديدة من الكتاب المقدس وقصص من الكتاب المقدس خبركم إياها. باي.